محمد غلامي، كريم أنصاري بالقميص رقم 10 يدخل في المنتخب الإيراني. هدية من سامر، الله يهديك يا سعيد. في كرة صعبة، في إمكانية، والهدف الثاني، الهدف الثاني يا إيران. قلتلك الله يهديك يا سامر، وأنت افهم الحديث، افهم إيش كنت نقصد. الله يهديك يا سامر. الهدف الثاني للمنتخب الإيراني بكرة ثابتة. إيران تؤكد التفوق التاريخي في عالم كرة القدم، وتؤكد نتيجة غرب آسيا من شهرين لما تقدم أسود الرافدين وعادت إيران لتكسب 2-1. السيناريو حاليا يقترب من التكرار بكرة وخطأ بفرصة لا تصد. هذه الكرات العرضية صعبة جدا، تقول لي حارس المرمى، نقول لك الحارس قدامه 60 بشر، قدامه 10 مدافعين ومثله مهاجمين. هذه الكرة اللي تضيع، هذه الكرة اللي تقتل الحراس، والكرة في بدايتها من سامر سعيد. في العادة يحكيوا على كوتشينج، هذا التغيير مع الأسف هو اللي قلب المعطى.